على التليفون دكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الرز السوبر. دكتور حمدي ازاي الصحة؟ اهلا يا فندم. اهلا، عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله. والله انا شاكر للعرض الاعلامي الايجابي اللي بيفكرني برضو ان الدول الكبيرة اللي بتهتم بالبحث العلمي دايما الحديث عن الانجازات العلمية. مصر كده في الركن الصح تماما، خصوصا في الامن الغذائي. الامن الغذائي المصري ده اطمنت حضرتك كده حضرتك اطمنت لما تلاقي التوك شوز بتتكلم عن العقول والعلوم والبحث العلمي تطمن على طول. اكيد وانا بصراحه كده كده امن البلد كده. والله الامن البلد، الامن الغذائي، ما فيش بعد الغذاء حديث، وما فيش بعد الغذاء يعني اكتر من راحه ان بلد تبقى مرتاحه، ان لقمه العيش والرز والانتاجيات القمح الكلام ده كله في تصاعد في الانتاجيه وتصاعد في النوعيه. طيب طمنا على انتاجيه الرز يا دكتور حمدي، طمنا على انتاجيه الرز وانت الرجل المسؤول. شوف بقى، ودي مسؤوليه يا دكتور صعبه قوي، عن تطوير انتاجيه الرز، المحصول بتاع المصريين نحبه ونموت فيه. انت سيادتك، انا كنت مسؤول لان انا كنت رئيس البرنامج القومي للرز في مصر. أيوة. وكنت وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقليه للبحوث، وكان عليا مسؤوليه كبيره، لكن ما تخليتش عن المسؤوليه مسؤوليتك البحثيه والعلميه. أيوة. المسؤوليه العلميه، لان مربي رز ومن اكبر مربين الرز في مصر، اشتركت في يعني يمكن مهمه جامده جدا من الثمانينات لحد ما بدأت مرحلة جديدة في الثمانينات والتسعينات، وقدرنا نطور الرز المصري وإنتاجيته، وصلنا بيه لأربعة طن للفدان، وحقق بمجموعة كبيرة من العلماء الموجودين في مركز البحوث الزراعية، وقدرنا نخترق حاجز الإنتاجية، والحمد لله ربنا قدرنا أننا نطلع صنف رز هجين يتفوق ويصل إلى خمسة طن الفدان، ومصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الرز على مستوى العالم. مش الإنتاجية، مش الإنتاج، إنتاجية وحدة المساحة. مصر بتزرع بس مليون، كانت بتزرع مليون ونص فدان رز، وإحنا الرز كانت الأول حكاية المية معاه كانت حكاية إن هو كان بيستخدم في الاستصلاح، فكان بياخد مية كتير. الرز بتاعنا الحديث التقليدي اللي طلع في الثمانينات والتسعينات بعد كارثة حصلت 84، استطعنا نطلع أكثر من 10 أصناف مصرية أو 14 صنف بالأحرى يتفوقوا في الانتاجية لحد ما يوصل بالبلاتو أو سقف الانتاجية في انتاج الرز لأربعة طن الفدان. وقفنا عند كده، كان لابد كنت ان انا ناخد اجراء تاني بشكل تاني غير تقليدي، بدأناه في سنة 2014. الحقيقة كان لي خبرة دولية كويسة جدا بالاحتكاك بعلماء في الصين وفي اليابان وفي دول جنوب شرق آسيا، ومعهد بحوث الرز الدولي، وعرفنا عن حاجة اسمها الرز السوبر أو الرز العملاق والرز الهجين اللي استطاعت به الصين إنها تحقق الاكتفاء الذاتي. الحقيقة ده دفعنا مصر وأمام عروض كتيرة كان الواحد ممكن يحقق فيها مستقبله بره، لكن مصر كانت أولى باهتمامنا وأولى بحبنا إن احنا نحاول نحقق معاها كل حاجة كويسة. وده اللي حصل في سنة 2014، أصناف غير تقليدية، أصناف الرز السوبر، ندخل الجينات، بشتغل مع آلاف الأصناف اللي جاية من الخارج، بنشتغل مع حاجات جينات نقدر ندخلها بشكل طبيعي بدون تعديلات او الهندسه الوراثيه او المشاكل الثانيه ديت. ندخل السوبر، يعني ايه رز السوبر؟ يعني رز بتاعنا الطبيعي بيحتوي على اكثر حاجه 150 حبايه في السنبله الواحده. احنا عندنا الاصناف السوبر في الصين وصلت ل 1000 حبايه و 1200 حبايه، بالاضافه لشكل نباتي مميز. شكل نباتي المميز ده بيتحمل الظروف البيئية، شكله
ان هو يقدر يتعامل ازاي صح مع التنفس، مع البناء الضوئي، مع زيادة المحصول. بدل 4 طن احنا عاوزين نوصل ل5 طن و6 طن، خصوصا في ربنا سبحانه وتعالى اوضح في هذا النبات امكانيات ان احنا نستطيع تطويره باكثر من 30% في الانتاجية المحصولية عن طريق استخدام الهجن او عن طريق ادخال الحاجات اللي هي المحصولية المهمة زي السنبلة العملاقة ديت الى الاصناف المصرية. وده اللي بدأناه بمشروع بمجموعة من الشباب معايا، بدأناه في سنة 2014. طيب بدأنا في 2014 يا دكتور حمدي، ووصلنا الى انتاجية قد ايه في الفدان؟ شكل غير تقليدي. دكتور حمدي، بدأنا في 2014 وصلنا الى انتاجية بقى، لا ده عايز اتأكد افهم. وصلنا الى تسجيل، وصلنا الى صوت معاك يا دكتور، وصلنا الى انتاجية كم طن للفدان؟ وصلنا لتسجيل اول مره بالقرار الوزاري 1115 لسنه 2018 بتسجيل اول صنف سوبر مصري انتاجيته بتصل الى 5.3 طن للفدان بدل 4 أو أقل من 3 بعد الأصناف التقليدية ما تطورت إنتاجيتها وقلت عن 4. وصلنا ل5 طن للفدان صنف سكا سوبر 300. حلو قوي. السؤال اللي بعده يا دكتور، السؤال اللي بعده بعد إذن حضرتك، إنتاجية الفدان، إنتاجية الفدان في الصين قد إيه؟ إنتاجية الهكتار في الصين، الهكتار بيساوي 2 و حوالي 2.4 فدان. انتاجية الهكتار 6.5 طن للهكتار. عندهم مساحة محدودة، مساحات محدودة جدا. الهكتار 10,000 متر مربع، 6.5 يعني. ماشي اوكي، يعني معنى كده ان احنا بنتفوق على الانتاجية في الصين. بس انا كده مطمن، بزيادة كتير جدا. انا كده مطمن على انه مش هيبقى في ازمه رز تاني يا دكتور. وقدها وقدود المره الجايه بقى لما هنتكلم يا دكتور حمدي ان شاء الله. احنا عايزين بقى المره الجايه لما نتكلم يعني بالكتير على بقى، مش هقول لك الموسم اللي جاي، الموسم اللي بعده، نبقى 7 طن الفدان. يا 6.5 ها، بلاش 7 للفدان. اشكرك يا دكتور حمدي، كل الشكر ليك. دكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير انتاجيه الرز السوبر سخا 300.